مشاهدي الاعزاء الاشتراك في القناه وذلك بالضغط على الزر الاحمر الموجود اسفل الفيديو، اشتراك ابوني سبسكرايب والضغط على الجرس الموجود بجانبي، ثم وضع علامه في المربع لتفعيل خاصيه ارسال جميع الاشعارات، ثم الضغط على حفظ. اذا تغير الجرس واصبح بهذا الشكل فتاكدوا انكم ستتوصلون بجديد يوميا. السلام عليكم حبيبه ديالي، نقترح عليكم شاورما بالبطبوط او بطبوط معمر بحشوه الشاورما. بالنسبه لاجي البطبوط سبق عملناه مع بعضياتنا، ان شاء الله نضع لكم رابط تحضيره اسفل فيديو في صندوق الوصف. بالنسبه للحشوه عملناها بامال دو فوا في عده وصفات، من بينها فطيره معمره بحشوه الشاورما وكذلك الشاورما البيتي، ما فيها باس نعاودوها اليوم. ان شاء الله غادي نحتاجو في المكونات عندنا صدر دجاج او لادان نكونوا مقطعينه مربعات او شرائح طويله، تتبقى طريقه التقطيع على حسب الذوق. عندنا توابل الشاورما وثوم مجفف بودره، ياغورت طبيعي بدون نكهه، فلفل اسود ابزار وملح، خل او عصير الحامض، يمكن نستبدلو بعصير الحامض. نضيف الخل للدجاج، نضع الفلفل الاسود والملح على حسب الذوق، نضيف توابل الشاورما وكذلك توابل الشاورما سبق وعملناها مع بعضياتنا. ان شاء الله نوضع لكم طريقه تحضير توابل الشاورما في البيت بالخلطه الاصليه اسفل الفيديو في صندوق الوصف. نضيف الياغورت الطبيعي ونخلط كل المكونات مع بعضياتها ونخليوها تنسجم لاطول مده ممكنه، لان الياغورت الطبيعي هو اللي غادي يفتي لينا الدجاج وغادي يلدو. قلات على نار متوسطه، غادي نوضعوا الفلفل والبصل مع القليل من الزيت والفلفل الاسود والملح، وغنشحرهم حتى يبداو يسخفوا، ثم من بعد ذلك نضيفوا لهم قطع الدجاج ونتظروا عليهم حتى ينضجوا. كما تنعرفوا صدر الدجاج او لادان تيطيبوا بسرعه. من بعد ما كينضج لينا الخليط تنحتاجو البطبوط اللي سبق وعدلنا مع بعضياتنا في فيديو مستقل، مايونيز كذلك عملناها مع بعضياتنا. ان شاء الله نوضع لكم طريقتي في تحضير المايونيز البيتي الرائع اسفل الفيديو في صندوق الوصف. وكذلك نحتاجو كورنيشو او خيار مخلل، وطريقه اضافه الحشوه تتبقى اختياريه، يمكن السيده تضيف القليل من الخس او الطماطم، شرائح كتبقى على حسب الذوق. كذلك يمكن السيده تضيف التوميه او الطحينه. الاضافات كيف ما كنقول دائما تتبقى على حسب ذوق كل اسره. تنعمروا دوك البطيبيطات بالحشوه ديال الشاورما، تنبقاو هكذا حتى كنكملوا كامل البطيبيطات الصغار اللي عندنا. ومن بعد ذلك تنقدموهم على حسب الذوق. كنتمنى وصفه اليوم تنال اعجابكم، ما تنساوش تعملوا لايك للفيديو، اللي مازال ما اشتركتش في القناه تشترك وضغط على زر ابوني سبسكرايب اشتراك في الزر الاحمر الموجود اسفل الفيديو، وكذلك ما تنساوش تضغطوا على الجرس الموجود بجانبيه باش توصلوا بجديدي يوميا وتفعلوا خاصيه التوصل بالاشعارات القناه. كنشكركم حبيبتي للمشاهده، واللي عنده اي تساؤل اي استفسار تودعوا لي اسفل الفيديو ان شاء الله نجاوب عليها. شكرا حبوبتي للمشاهده.